نأخذ خط الميزانية. الآن نفترض في مثالنا إنه شخص خصص من دخله 100 شيكل مثلا لشراء سلعتين، سلعة ألف وباء. سعر الوحدة من ألف، سعر الوحدة من ألف تساوي 10 شيكل، يعني سعر الكيلو نفترض، وسعر الوحدة من باء تساوي 20 شيكل نفترض. بقول لي المطلوب، أرسم خط الميزانية، ماذا يحدث لخط الميزانية في حالة زيادة أو انخفاض الدخل؟ كمان ماذا يحدث لخط الميزانية في حالة زيادة سعر السلعة ألف وثبات باء؟ ماذا يحدث خط الميزانية في حالة مثلا زيادة السلعة ألف وانخفاض السعر السلعة باء؟ وهكذا. تعالوا نشوف الآن باختصار، يعني هاي خط الميزانية، هاي السلعة ألف والسلعة باء، هاي السلعة ألف وهي السلعة باء. الآن سعر الوحدة من ألف 10 دنانير. أول حاجة بدنا نعتبر إنه 100 شيكل بديش أشتري من ألف ولا حاجة، والمية شيكل بصرفها كلها على باء، وسعر الوحدة من باء 20، يعني كم كيلو حشتري؟ 100 كلها حصرفها على باء، وسعر الوحدة الكيلو 20، يعني 100 على 20 5. الحالة الثانية إنه بديش أشتري من باء ولا حاجة، والمية شيكل بصرفها على ألف، 100 على 10 بيطلع 10. تعالوا نرسم الرسمة. السلعة ألف 0، هاي ألف 0 وباء 5. السلعة ألف 10 تقدير، يعني كده 10 وباء 0. باجي برسم هذا خط الميزانية، هذا اسمه الخط، خط الميزانية. ماذا يحدث لخط الميزانية في حالة زيادة الدخل؟ هاي السلعة ألف وهي السلعة باء. في حالة زيادة الدخل خط الميزانية ينتقل بأكمله اتجاه اليمين، يعني عشان يكون بشكل أفضل نشوف كده. هي ألف وهي باء، هي خط الميزانية. لما يزداد الدخل بنتقل إلى اليمين، لأنه هيشتري أكثر وحدات من السلعة ألف، هيشتري أكثر وحدات من السلعة باء. في انخفاض الدخل هيشتري سلعة وحدات أقل من السلعة ألف، وحدات أقل من السلعة باء. في انخفاض الدخل هينتقل خط الميزانية بأكمله جهة اليسار. ماذا يحدث لخط الميزانية؟ نشوف، نرسم الرسمة، ألف وهي باء، وقلنا هاي خط الميزانية الأساسي. ماذا يحدث لخط الميزانية في حالة زيادة السلعة ألف؟ لما تزيد السلعة ألف حيشتري منها كمية أقل، فحيروح هنا. وثبات السلعة باء سعرها، لما يكون ثابت سعر السلعة باء حيشتري نفس الكمية، فخط الميزانية حيروح كده، ينتقل إلى اليسار تجاه السلعة ألف. ماذا يحدث لخط الميزانية في حالة زيادة السلعة، سعر السلعة ألف وانخفاض باء؟ تعالوا نرسمها هنا، هي ألف
هاي باء. زيادة السلعة ألف، زيادة سعرها ألف، لما يزيد سعر ألف هذا ألف، لما يزيد سعر الكمية المطلوبة حتنخفض، هيروح المنحنى هنا. وانخفاض السلعة باء، ها خذوا بالكم، لما ينخفض سعر باء حيزود الكمية منها هنا. اوكي، غير الشيء كله. نعيدها ثاني بس. هاي زيادة سعر السلعة ألف لما يزيد سعرها بتزود الكمية، لما يزيد سعرها بدها تخفض الكمية هنا. وانخفاض السلعة باء، لما ينخفض سعر السلعة باء بدك تزود الكمية منها. هتكون هذه زاد انخفضت، هتكون هذه زادت. والمنحنى كده خلاص. ننتقل إلى موضوع جديد.